الجزر، وقد تسألني لماذا فقط الأرنب يأكل الجزر والأعشاب؟ لأن الأرنب حيوان نباتي ويسمى المستهلك الأول. أما الجزر يسمى المنتج لأنه يصنع غذاءه ويفيد الحيوانات والمخلوقات الحية الأخرى. الآن وقد أنهى الأرنب وجبته، سمع أصواتا. فجأة ظهر عليه ثعلب، حاول الأرنب الإفلات منه لكنه لم يستطع وأصبح ضحية الثعلب المكار. يعتبر الثعلب حيوان ناحٍ لا يصنع الغذاء بنفسه ويسمى المستهلك الثاني. بعدما أنهى الثعلب وجبته سمع أصواتا غريبة تقترب منه، وفجأة رأى الدب وراءه وحاول الهرب منه لكنه لم يستطع، وتحول الذئب إلى وجبة للدب. ويعتبر الدب المستهلك الثالث وهو حيوان لاحم لا يستطيع صنع غذائه بنفسه. وقد انتهى الدب من أكل طعامه وذهب، ولكن هل تعلمون أن هناك باقي؟ من سيأكل هذا الباقي؟ نعم إنه النسر، وهناك الكثير من الحيوانات الكاسحة. وتسمى الكاسحة لأنها تنهي الطعام الباقي وتأكل جيف الحيوانات الميتة. وهل تعلمون ما معنى جيف الحيوانات الميتة؟ يعني لحوم الحيوانات الميتة. إنها ليست كالحيوانات المفترسة، لأن الحيوانات المفترسة تفترس الحيوانات الحية، أما الحيوانات الكاسحة هي التي تأكل جيف الحيوانات الميتة. والآن حان دور الفطريات والبكتيريا في تحليل الطعام الباقي. والفطريات والبكتيريا تسمى المحللات لأنها تحلل الطعام أو المخلوق الحي الميت. وتحول المحللات المخلوقات الحية الميتة إلى نبات أو شجر، وتستمر عملية السلسلة الغذائية بهذه الطريقة. وكانت معكم الطالبة ابتهال فضل الصف السادس المادة العلوم المعلمة شمعان المالكي.